شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة. أهلا وسهلا بكم في شنو الصحيح، حاول جاوبكم على بعض التصورات الخاطئة. اليوم مش نحكي لكم على الكوفيد 19 المتحور الجديد نيو كوف، هذا اللي كان تم اكتشافه من قبل العلماء الصينيين اللي سموه نيو كوف على السلالة الجديدة، وأكدوا أنه ما زالوا أمام مزيد من الدراسات لكشف تفاصيله. وما يستبعدش العلماء وجود الفيروس في بعض الحيوانات وإمكانية انتقال البشر، إلا أنهم أثبتوا أن نيو كوف ينتشر بين الخفافيش حاليا بشكل سريع. وأوضح العلماء أنه نيوكوف من فيروسات التاجية اللي اكتشفت في الأصل في جنوب إفريقيا، وذلك وفقا لبحث جديد نشره موقع بيو ريجريسيف، وهي منصة خاصة بنشر دراسات ما قبل الطباعة. وكشفت الدراسة أن الفيروس يتسبب في تشوهات برئتي المريض بالكورونا، لذلك يعاني من ضيق التنفس طويل الأمد بعد إصابته بالفيروس. وفي دراسة التي لم تنشر بعد بشكل موسع لعامة المواطنين، ربط الباحثون بين نيوكوفا فيروس الميرسكوف المعروف أيضا باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، واللي انتشر في العديد من دول الشرق الأوسط من قبل ومشابه للفيروسات التاجية الأخرى. ونقلت الدراسة أيضا أن الأسام المضادة التي تستهدف كل من الكورونا ومتلازمة التنفسية الشرق الأوسطية لم تكن قادرة على إيقاف نيوكوف. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة بما فيها فيروس نيوكوف التاجي، ومشددة على خطورته لم تدرس بعد. وقال المسؤول في المنظمة في حديث لوكالة الأعلام الروسية أن منظمة الصحة أطلعت على المواد اللي نشرها العلماء الصينيون بشأن اكتشافهم الفيروس الجديد، وتشكرهم على نشر نتائج الأولية للدراسة. وأشارت المنظمة إلى أن الحيوانات خاصة البرية تعتبر مصدر لأكثر من 75% من الأمراض المعدية للإنسان التي تثير الفيروسات الجديدة الكثير منها. وأشارت أنه على اتصال مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة وبرامج الأمم المتحدة لحماية البيئة وغيرها من المنظمات الدولية لمتابعة الفيروسات الجديدة في الحيوانات والتعامل معها. شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة.